بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا ومتابعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد وعلى طريق المشاية إلى إمام العشق، إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، نكمل مع حلقة أخرى من برنامج على طريق الحسين. نتابع كل هذه الخطوات ونحن نحاول أن نلتمس معا حقيقة ثورة الإمام الحسين من عيون أخرى غير التي تعودت على هذه الثورة وعلى هذه الأجواء. من عيون مسيحية اليوم نكمل في هذه الحلقة ونرحب بالدكتور كلود عطية من لبنان. أهلا وسهلا بك دكتور كلود. بكم. كيفكم؟ كيف الصحة؟ كيف كانت المسيرة؟ كل شيء تمام؟ الحمد لله. دكتور كلود عطية بروفيسور ودكتور في الجامعة اللبنانية، باحث وكاتب ومؤلف. من أهم كتاباته كتاب فيروس الثورات العربية، وهو حقيقة أنا قرأته شخصيا وإبداع في هذا الكتاب. دكتور، على مدى طريق المشاية لعلكم رأيتم الكثير من الأشخاص، من الأعراق، من الأجناس، من المذاهب، مسيحيين مسلمين. برأيكم وحسب كل البحوث التي خضتم فيها على مسيرة الإمام الحسين، لأنه أكيد الإنسان إذا مشى إلى الإمام الحسين في هذا الطريق في حياته مر بحياته كلها طريقا إلى قيم الإمام الحسين، برأيكم كل هؤلاء الذين يحملون هذه الأجناس المختلفة وهذه الأعراق المختلفة والديانات المختلفة، ما هو الرابط المشترك بينهم؟ أول شيء تحياتي لكم جميعا، أهلا وسهلا على هذه الحلقة الرائعة والمميزة. أهلا وسهلا بحضرة الإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. ونحن هنا اليوم أمام ظاهرة كونية عالمية وليس ظاهرة عادية. هذه الظاهرة نحن كباحثين نحولها إلى إشكالية للتحليل وللتفسير وللدراسات الميدانية وللملاحظة المباشرة. صحيح. كما نلاحظ اليوم معكم في المشايا، هذه الظاهرة تجمع كل العالم من كل الأديان، من كل الأعراق، من كل الألوان، من كل الأجناس. صحيح. من كل الطوائف والمذاهب، وبالتالي هي ظاهرة كونية بامتياز. اجتمع هؤلاء لسبب واحد، لأنه أبناء الحياة. حسنت. لأنه أبناء عقيدة الحياة. حسنت. عقيدة الإنسانية. حسنت. أبناء الحق والخير والجمال، عقيدة البقاء يمكن أن نقول، الحق والخير والجمال، والجمال. وهي العقيدة الأجمل. نعم. التي تختصر الإنسانية. نعم. الحق الذي نادى به الإمام الحسين والذي استشهد من أجله، وقف وقفة عز من أجل أن يدافع عن الحق ويدافع عن العدالة. صحيح. ولكي يحقق العدالة وخاصة العدالة الإنسانية، الإمام الحسين عليه السلام جمع هؤلاء جميعا تحت راية الإنسانية، تحت راية القيم الإنسانية. صحيح. وبالتالي كل إنسان منا، إن كان مسيحي أو كان مسلم، إن كان سني أو كان شيعي، يأتي من أجل كلمة تسمى كلمة الحق وكلمة الإنسان وكلمة الإنسانية، وليس لأهداف سياسية أو أهداف خاصة أو أهداف معينة أخرى. نحن نجتمع وإياكم اليوم بهدف واحد، هو أن يعم الخير ويعم الحق ويعم الجمال في هذه المشاعر. جميل أن نقول الخير والحق والجمال دكتور كلود، لأنه لما ننظر إلى هذه الكلمات الثلاث نجدها تأتي تحت غطاء القيم، هذه القيم التي ثار لأجلها الإمام الحسين سلام الله عليه. صح؟ نعم. القيم الإنسانية هي الأساس في هذه الزيارة الأربعينية. القيم الإنسانية التي يجتمع حولها العالم، هناك عدة نقاط من الممكن أن نتوقف عندها في هذه الزيارة. النقطة الأولى والأبرز هي كيف تتلاقى الشعوب. سمت. وثقافات الشعوب والتبادل الثقافي بين الشعوب. سمت. كل هذه الشعوب التقت في حضارة عراقية كربلائية، ولكنها حضارة إنسانية بامتياز. هذه الحضارة التي علمت العالم وعلمت شعوب العالم كيف يكون احترام الآخر، كيف يكون احترام الأديان، وكيف يكون احترام الإنسان، وكيف يكون البذل من أجل الإنسان. وهذه قمة العطاء وقمة الإنسانية في فكر ومفهوم الإمام الحسين عليه السلام. يعني عليه أن السلام. الإمام الحسين يمكن أن نقول اليوم أنه جسر جامع بين كل الطوائف وبين كل الأديان وبين الإنسانية كافة. نعم. فكر الإمام الحسين هو فكر الإمام الحسين، وقفة الإمام الحسين في وجه الظالمين. صمت. في وجه الفساد. نعم. في وجه المفسدين في المجتمع، وقفة الإمام الحسين بهذا الشكل هي التي جمعت العالم حول هذه الفكرة، لأن العالم يحتاج
إلى الإصلاح. العالم يحتاج إلى مكافحة الفساد. العالم يحتاج إلى مساندة الفقراء. العالم يحتاج نعيش ضعف. يغلي بالفوضى الأخلاقية ويغلي بالفوضى الإنسانية ويغلي بالفوضى الأمنية. اليوم نحن بحاجة إلى هذه الروحية التي أنا أسميها مدرحية، المادية والروحية. المادية أن نعيش برقي، أن نعيش بمستوى معيشي لائق، والروحية أن يكون الدين مرتبط بالعقل، وأن يكون الدين مرتبط بالبذل وبالعطاء وبالتطوع والتكافل والإنسانية التي يفتقد إليها العالم، ولكننا نراها اليوم في المشايع، نراها في المواكب الحسينية، نراها بين هذه الملايين من البشر. خاصة في الإيثار الذي نراه. أنا هذه النقطة كثير شدتني، أنه يعني يمكن يكون فيهم خصاصة ونستشعر ذلك، ولكن يؤثرون. يعني هل يمكن أن يكون في هذا الكون إمكانية لأن تكون ثورة خالدة بهذه الطريقة، تزرع في هذه القلوب إلى هذه الدرجة خصال قيم الإمام الحسين سلام الله عليه؟ الثورة الحسينية هي جزء آخر من الموضوع الذي سوف أتحدث عنه. الثورة الحسينية هي ليست ثورة سياسية بالمعنى السياسي، بالمعنى إسقاط حكومة من أجل أن على العكس تماما، هي إصلاح. جميل. ولكن هي إصلاح، وهذا الإصلاح تحتاج إليه أيضا دول العالم وحكومات العالم. نعم. سلك من الناحية الأخرى، هي ثورة أخلاقية بامتياز. نعم. هي ثورة إنسانية بامتياز. هي ثورة للعدالة، للحق. نعم. هي ثورة لبناء مجتمع صالح. نعم. لبناء مجتمع قادر. نعم. على أن يعطي للإنسان، والإنسان يعطي للمجتمع الذي ينتمي إليه. نعم. هذا التبادل. نعم. الأخلاقي. يعني... والإنساني والقيمي بين الإنسان ومجتمع، أو بين المواطن وبين المجتمع الذي ينتمي إليه، والعكس صحيح. نعم. هو الذي يولد المجتمع صالح. يعني اليوم يمكن أن نقول أن في وقتنا هذا نحن محتاجون إلى أن نرجع إلى حقيقة قيم الإمام الحسين سلام الله عليه، لنحييها في الشعوب، لنقف ضد الظلم الذي تعيشه الإنسانية اليوم. يعني أنا بما أنك إعلامية، أنا أشجع وسائل الإعلام في العالم لكي أجيب على هذا السؤال. أنا رأيت بأم العين وبالملاحظة المجردة، رأيت من خلال هذه المشايع، رأيت من خلال تعامل الناس واستقبال الناس وضيافة الناس وكرم الناس وجود الناس، هيدا الكرم الموجود هو عبارة عن قمة في الأخلاق وقمة في الالتزام بالقيم الإنسانية التي رسخها الإمام الحسين. نعم. أدعو من هذا المنبر، أدعو وسائل الإعلام في العالم أن تأتي لتصور الحقيقة، لتنقل الحقيقة، لتنقل هذه الحضارة التي ولدها الإمام الحسين، هذه الحضارة الراقية، الحضارة الإنسانية. نعم. الوقت يلي نرى فيه حضارات وللأسف ترسخ مفهوم قتل الإنسان، وترسخ مفهوم التفسخ الاجتماعي ومحو كرامة الإنسان، يجب أن ينقل الإعلام الحقيقة كما هي، الحقيقة المجردة، لكن وليس كما يريد. لكن أنتم تعلمون أن اللي إحنا اليوم في حرب حقيقية على الفكر وعلى الوعي وعلى القيم وعلى بناء الإنسان. هذا ما أقوله. أي نعم. فاليوم الإعلام للأسف الشديد هو السلاح الأول لهدم هذه القيم. 100%. هو السلاح الأول لهدم كرامة الإنسان، لنشر التفاهة ولبرمجة العقول الباطنة على ما هم يريدون أن يوصلون إليه. فنحن اليوم حقيقة الإعلام، يمكن أنتم أردتم أن توصلوا رسالة، أنا دائما أقول هذه الرسالة نفسها، إنه محتاجين يكون عندنا إعلام يبث حقيقة مشاية الأربعين للإمام الحسين. هذه الظاهرة الكونية تحتاج أن ينقلها الإعلام إلى كل أنحاء العالم، لأن كل أنحاء العالم موجود اليوم، ولكن وسائل الإعلام الأجنبية وللأسف العربية وبعض الدول الإسلامية لا تنقل حقيقة ما يحصل اليوم في كربلاء. نعم، لا تنقل حقيقة، مش بس المشايخ. برأيكم لماذا يركزون على جانب معين ولا يركزون على الباقي؟ لأنه هذه سياسات الدول لخلق، ما بدنا نحكي بالسياسة بس، ولكن هذه سياسات الدول الكبرى لخلق الفتنة ولخلق الصراع الطائفي وتأجيج الصراع الطائفي بين المذاهب وبين الطوائف. هذه مصيبة حقيقية حتى تبعد على هذا السياسة أصلاً، يعني لهدم هذه الحضارة الإنسانية اللي احنا عم نحكي عنها. نعم. التي رسخها الإمام الحسين. نعم. مقابل الاستفادة الاقتصادية والسياسية والتي يستفيد منها الغرب. نعم. وبالتالي نحن نطلب دائماً أن تنقل وسائل الإعلام الحقيقة المجردة، الحقيقة كما هي، هذه الحقيقة أمامكم. نعم. الكاميرات توثقها. نعم. هو نحاول، يعني قناة الكفيل صراحة فاتحة المجال والمبادرة الدائمة لكي ننقل حقيقة ثورة الإمام الحسين. نعم. لكي نوصل هذه القيم التي لأجلها ثار الإمام الحسين، نوصلها بطريقة صحيحة ومكتملة وعميقة لكي ترسخ في العقول الباطنة، وخاصة لتبني الوعي المجتمعي اليوم.
وأنا أريد أن أوجه رسالة أيضا إلى العتبة العباسية أو الحسينية أو العتبات التي هي راعية المشرفة ورائية لقضية الإمام الحسين. نعم. أن لا تكتفي فقط بالإعلام المحلي، الإعلام الكربلائي، الإعلام ضمن الإطار نخرج حقيقة الحسين للعالم. حسنتم أن تقوم بندوات، وأظن أنه وجودكم اليوم أكبر دليل يعني من قناة الكفيل والعتبة العباسية. أنقل هذه الفكرة، أنا كأستاذ جامعي اليوم أنقل هذه الفكرة كما هي إلى الجامعة التي أنا أدرس فيها، إلى الطلاب الذين أدرسهم. أنا أعرف أنكم حتى تدرسون من نهج البلاغة وقيادية الإمام علي عليه السلام. أتينا بوابة الإمام علي، أنت تعرفين أتينا بوابة الإمام علي، أتينا بوابة الحق والعدالة، والحق يحرركم كما قال السيد المسيح. نحن حكينا بهذا الإطار وبهذا الكلام، ولكن اليوم نحن نطلب من هذه الجهات أن تنقل الصورة أيضا إلى العالم العربي إلى العالم، أن نكون منفتحين أكثر على العالم. دكتور، الحديث معك دكتور كلود جدا ممتع، ولكن إن شاء الله نكمل بعد الفاصل. يلي راح سلام سلام سلام، يلي راح سلام سلام، دنيا بعد ظلام ظلام، والمدامع كلام كلام، يلي راح سلام. يا قمر أهوى على نهر الخلود، من طفى عينك طفى بعين الوجود. نعود مع الدكتور كلود. أهلا وسهلا بك من جديد دكتور كلود. نكمل في هذا الوعي الراقي في فهم ثقافة الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين. دكتور كلود، اليوم لما نرى الكثير من الثورات على مدى التاريخ، سمعنا عنها وقرأنا عنها وحتى دخلت في بحوثنا في الجامعات، ولكن لعلها لم تصل إلى هذا الخلود الذي وصلت إليه ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. بمنظوركم أنتم، ما هو السبب أن تكون ثورة الإمام الحسين خالدة ومستقرة في الذاكرة الجمعية، ليس فقط للمسلمين ولكن للإنسانية كافة؟ الثورة التي تعتنق عقيدة الحياة تستمر. ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة استمرارية، ثورة قائمة على ثقافة الحياة، وبالتالي لا يمكن لمن يعتنق ثقافة الحياة أن تتوقف ثورته. وهذه الثورة مستمرة في عقول الناس وفي قلوب الناس وفي قلوب كل من أحب الإمام الحسين عليه السلام وآمن بفكره وآمن بعقيدته الأخلاقية والإنسانية. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك فرق بين الزيارة العادية إلى الإمام الحسين عليه السلام وبين زيارة الأربعين. نعم، جميل أن أعرف من حضرتك ما هو الفرق، يعني أن أراه من عيون مسيحية تدرك الفرق بين زيارة جميل جدا، أن تدرك الفرق بين ثورة بين زيارة الإمام الحسين العادية وزيارة في الأربعين. في المقاربة العلمية لهذا الموضوع، هناك فرق شاسع ما بين زيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين في الأيام العادية، وبين زيارة الإمام الحسين في الأربعين. سأتعلم منك أنا على فكرة مشاهدين، أنا سأتعلم من الدكتور اليوم كما نشاهد اليوم. هذه قراءة نقدية علمية بحثية سوسيولوجية سوسيو أنتروبولوجية كما تريدين يعني. نعم. ولكن الفرق أو الكومباريزون المقارنة ما بين الزيارة الأولى العادية والزيارة الأربعينية، أننا بالزيارة الأربعينية نأتي إلى الإمام الحسين بحزن بمأساة، نأتي إلى الإمام الحسين طالبين رحمة البقاء، ونحن نعلم أن من بعده نحن مستمرون. أوف، عجيب، جميلة هذه، نعيدها، طالبين رحمة البقاء ونحن نعلم أننا من بعده مستمرون. نبكي ولكننا جميل. نعلم أنه خلق من بعد ما وقف هذه الوقفة الكبيرة، وقفة العز عندما استشهد من أجل الناس ومن أجل البشرية، أننا ولو بكينا اليوم ولكننا سوف نضحك غدا، لأننا نؤمن أن الإمام الحسين عليه السلام أمن لنا هذه المساحة
الراقية كأنما نأتي من الحياة. دكتور كأنما نأتي نأخذ هكذا العبق ونملأ هذه الطاقة الروحانية لكي نستمر في الحياة فيما بعد. الجانب الروحاني هو أهم شيء يمكن أن نلتمسه في مسيرنا في الأربعين. مقاربتي العلمية لهذا الموضوع ليست فقط دينية وليست فقط روحية. أنا شهدت الناس كيف تبكي كيف تلطم على المستوى ممارسة الطقوس والشعائر الدينية. ولكن الثورة الحسينية المستمرة هي ليست فقط ثورة شعائرية أو طقوسية أو دينية. نعم. هي ثورة أكبر من ذلك بكثير لأنني أنا مسيح اليوم موجود بينكم وأنت سنية وموجودة بيننا في حضرة الإمام الحسين. هناك السلام. ألوان وأشكال وأجناس وأعراق من كل العالم موجودة وبالتالي لا يمكن اختصار هذه الثورة فقط بالدين. مع كل الاحترام للدين بس ولكن الإمام الحسين لنا جميعا فكرا وعقيدة وثقافة وهي ثقافة الحياة بالدرجة الأولى. أحسنتم جدا جميل دكتور كلود. حقيقة يعني هذه العبارات والكلمات تلامس القلب. وأنا لما قلتم أنا أشاهد الناس تلطم أنا أريد أن أسألك في هذا الأمر. لما تشاهد اللطميات أو تشاهد الممارسات على مدى طريق المشاية ماذا تشعر؟ ماذا يطرأ في ذهنك؟ لأنه هذه النقطة نقطة استفهام عند الكثير أنا أعلم. يعني صراحة المرة الأولى التي أشاهد فيها هذا الموضوع قرأت عنه أخبروني أصدقائي عن هذا الموضوع عن هذه المشايا عن كرم الناس ومحبة الناس واستقبال الناس. صراحة بالتحليل العلمي نحن أمام مفهومين، مفهوم التطوع ومفهوم التكافل الاجتماعي. حسنت. هذا تأتي بالإطار الاجتماعي لأن نحن بإطار مجتمع محدد، إطار مجتمع معين. حسنت. هو موجود بالإطار العراقي تحديدا بكربلاء المقدسة. ولكن طبيعة الناس وكيفية ممارسة هذه الشعائر وهذه الطقوس من خلال استقبالهم وخلال ضيافتهم خلال كرمهم وجودهم من خلال استقبالهم للناس بهذه الروحية بهذه العيون المضيئة وكأننا نشاهد النور في عيونهم، نور الإمام الحسين سلام الله عليه تجدينه في كل هو إنسان. هو نور الأرواح والأرواح قلوبهم موصولة بالإمام بهذا الحسين الإطار. وبالتالي نحن نشعر بسعادة نشعر بأننا فعلا ننتمي إلى هذا المكان. حتى لو كنا من بلدان أخرى يعني ما استغربت حتى لو كنا من طوائف أخرى بس صحيح. ولكننا نعانق هؤلاء من منطلق الأخلاق ومنطلق الدين ومنطلق الإنسانية ومنطلق كل هذه المفاهيم التي سبق وأشرت إليها هي التي تجمع هؤلاء الناس بهذا الإطار. هناك قول أن الدين لتشريف الحياة وليست الحياة لتشريف الدين. جميل. وهذه جدا. العبارة تختصر كل ما نشاهده اليوم. جميل. هؤلاء هم يعملون من أجل الحياة. هؤلاء هم يقدمون من أجل الحياة. هؤلاء يقدمون من أجل الآخر من أجل الإنسان من أجل كل الأديان وكل الطوائف وكل المذاهب. هم لا يعرفون من أنا ولكنهم يستقبلونني. صحيح. لكنهم يمدون لي أصلا يسألوا حتى عن مذهبك ويمكن يكون عندهم هذا الفضول ليعرفوا المدينة إن كانت بعيدة فيرحبوا بك أكثر مما يرحبون بالعادة. هذه عبارة راقية يعني. جدا ومهمة جدا تختصر أنا برأيي المتواضع كل ما نشاهده اليوم. نعم. نحن بظل ظاهرة هي بالأساس ظاهرة كونية إنسانية إنسانية نعود لفكرة الإنسانية والقيم الإنسانية. هذه القيم التي يحاربها الغرب وتحاربها المجتمعات الأخرى. كربلاء تعززها وما زالت تعززها منذ سنوات وسوف تبقى في المستقبل. لأن هؤلاء الناس لا يمكن لقوة في العالم أن توقف أن تمنعهم هذا المد من الحياة عن هذه الممارسة من الشعائر والطقوس الأخلاقية والدينية. أحسنتم. وهنا يمكن أن نقول أنه شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه كان استشهاد بالحياة وهذا الحياة نراها اليوم في هذه الأساسية. المظاهر هذه العبارة الأساسية. نعم هذا يرجع إلى الكلام للحياة وبالتالي هو عز ثقافة الحياة. نعم أحسنتم شيء جميل جدا. وأعود بك إلى الكلمة الأولى. نحن أتينا جميعا من كل أنحاء العالم لأننا أبناء الحياة. الحياة أحسنت أحسن الله إليك جميل. إذن دكتور بما أنه ثورة الإمام الحسين هي ثورة للحياة واستشهد الإمام الحسين لأجل هذه الحياة اليوم يمكن أن نقول أن تواجد كل هذه الطوائف وهذه الأجناس وهذه الأعراق مشاية إلى الإمام الحسين دليل على أن ثورة الإمام الحسين هي بوابة للتعايش السلمي. طبعا التعايش السلمي بين كل الأطياف كل المذاهب مسيحيين ومسلمين سنة وشيعة ومن كل الأطياف.
ولكن المشكلة التي أود أن أطرحها هنا هي الصراع ما بين ثقافة الحياة وثقافة الموت. نحن في ظل صراع مستمر منذ عشرات السنوات، وللأسف هذا الصراع واجهه الإمام الحسين عليه السلام، وهو قدم رسالة للعالم، هو وجه رسالة إنسانية إلى كل العالم. نعم صحيح. لعدم التفرقة، نعم، ولأن نكون شعب واحد ومجتمع واحد، ولتكن منكم أمة، وأن يكون التعايش هو نعم. تعايش لا أسميه سلمي لأنه نحن لسنا في حالة حرب، هو تعايش قيمي، نعم، عايش إنساني، نعم، احترام الإنسان، احترام الآخر، احترام الأنبياء، احترام الأديان. نحن كلنا مسلمون لرب العالمين. هنا ندخل في الجانب الأخلاقي، كلنا مسلمون لرب العالمين. منا من أسلم لله بالقرآن، ومنا من أسلم لله بالإنجيل، ومنا من أسلم لله بالحكمة. ولا عدو يقاتلنا في ديننا ووطننا إلا اليهود والصهاينة. أحسنتم. هذه العبارة أيضا لأعطوا سعادة، ولكنها تؤسس أيضا لفكر عميق جدا على مستوى التعايش بين الإنسان والإنسان الآخر، على مستوى احترام الإنسان للإنسان الآخر مهما كانت طائفته. نحن اليوم في ظل صراع طائفي ومذهبي موجود، صحيح، ومترسخ في مجتمعاتنا، ومؤجج لأجل كسر هذه المترسخ في مجتمعاتنا، ولكنه جاء عبر تخطيط استراتيجي ممنهج، نعم، من قبل دول ومن قبل منظمات موجودة في هذا العالم لا تريد الخير لمجتمعاتنا ولا تريد الخير لهذه المشايا التي نعيشها اليوم، لأنها تعتبر أن هذه المشايا تقدم رسالة معاكسة عن التعايش السلمي، نعم، وعن الأخاء وعن التواضع وعن المحبة وعن احترام الإنسان، وهذه الرسالة، نعم، هي أعتقد أنها رسالة تولد فكرة عند الغرب وفكرة عند الآخرين بأنهم بعيدين كل البعد عن هذه الحضارة الإنسانية التي رسخها الإمام الحسين عليه السلام. نعم أحسن دكتور. وهنا يمكن أن نقول أن الجانب الإعلامي، نرجع على الجانب الإعلامي وهو جانب جدا مهم، هو سلاح ذو حدين، إما أن يبني أمة أو أن يكسرها. واليوم العدو، أنتم قلتم منذ قليل نحن فيما بعض ما هناك من أسلم بالقرآن، هناك من أسلم بالإنجيل، هناك من أسلم بالحكمة مثل ما ذكرتم. الإمام الحسين سلام الله عليه جاء لبناء هذه القيم. كانت السيدة زينب هي المنبر الإعلامي. اليوم يوجد إعلام جديد يسعى لهدم ما تقولون ويسعى لكسره. لعله إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة مع حقيقة ثورة الإمام الحسين ومدى أهمية الإعلام منبراً للسيدة زينب عليها السلام لنشر حقيقة ثورة الإمام الحسين. شكراً لك، شكراً، وأهلاً وسهلاً بك.